السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه stopncii.org. الموقع ده عبارة عن ايه؟ لو في اي حد فبرك لك اي صور تقدر تروح للموقع دوت وترفع الصورة الاصلية. يعني مثلا حد خد صورتك وانت مثلا مصور جنب الهرم مثلا وركبت صورة تانية وحشة، فانت تروح مديله الصورة الاصلية وتديله الصورة المفبركة، وهو يتأكد ان الصورة دي فعلا متفبركة، فبيبدأ ان هو يبلغ السوشيال ميديا ويبلغ بقية المواقع ان الصورة دي مفروض تتحذف من عندك، الصورة دي غير اصلية. طيب ده الموقع اهوت، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. طيب اعمل ايه بقى؟ اول حاجة اعملها هقول له ايه؟ create your case. انا هبدأ اعمل بقى ايه البلاغ بتاعي. بيقول لي what is your age، مثلا اقل من 18 ولا فوق 18. تمام، دي الصورة بقى ماي سيلف ولا حد اعرفه ولا. فهو بيبدأ يسألك معلومات عن الفيديو، هل هي الصورة مثلا برايفت ولا تستخدم في استخدام خاطئ وهكذا. تمام، وبعد كده يقول لك بقى ارفع الفيديوهات، وبعد كده بيبدأ ياخد الشكوى ويتأكد منها، ولما يديك رقم في اي لحظه عايز تتاكد بقى الشكوى دي اتقبلت او ما اتقبلتش، هتدي هنا تشيك كيس ستيتس وتدي الكيس نمبر وتدي البين، فيبدا يقول لك الصوره دي وصلت لايه وازاي ان انت تتمكن من الغائها لو في حاجه فيها اي مشاكل او في خطوه لازم ان انت تدخلها.